The United States did not know about, nor was it involved in these incidents. بلينكين بيقول إن أمريكا ما تعرفش كتير عن الحرب، مع إن 70% من تكاليف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان دفعتهم أمريكا نفسها. غريبة مش كده؟ Money talks. انت خلاص بقيت عارف ان اسرائيل بتعاني عشان تمول الحرب اللي بدأتها على كل الجبهات، فبقت بتبيع سندات كتير، وده طبعا صعب جدا في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لديون اسرائيل من وكالات موديز وفيتش وستاندرد اند بولز، وده قلل رغبة المستثمرين الاجانب في السندات الاسرائيلية 14.4% في سبتمبر 2023 ل 8.4% دلوقتي. فاسرائيل حتى ما بقتش قادرة تستدين. بس هي امريكا هتسكت؟ معهد واتسون في جامعة براون الأمريكية قال إن التمويل الأمريكي لإسرائيل خلال الحرب وصل لحوالي 22.7 مليار دولار على الأقل، لأن الرقم ده مش متضمن كل المساعدات. فمن يوم 7 أكتوبر استلمت إسرائيل شحنات أسلحة أمريكية ضمت 57 ألف قذيفة مدفعية و36 ألف طلقة مدفع و20 ألف بندقية M4A1 و14 ألف صاروخ مضاد للدبابات وأكثر من 8000 قنبلة من نوع MK82 وزنها 500 رطل. ولو اتخضيت من كل الدعم ده، فخليني أقولك إن إدارة بايدن في أغسطس 2024 أعلنت إن الكونغرس بيناقش صفقات سلاح جديدة لإسرائيل بقيمة 20.3 مليار دولار، ده بالإضافة ل 4.86 مليار دولار صرفتهم أمريكا لصد هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية. وبعد كل ده، يا ترى لسه بلينكن عند كلامه؟